خوت، مرحبا بكم في قصة جديدة. القصة ديال هذا النهار هذا هي ديال واحد السيد عنده واحد الكاميو كيدي السلعة من وجدة لجرادة. واحد النهار هو كيلقى واحد الفقيه يدير له ستوب يريدو. ملي هز مع هذاك الفقيه، هذاك الفقيه كان عنده واحد الساك، ندم على النهار اللي هز فيه هذاك الفقيه وحلف بالطلاق لا عمره هز معاه شي واحد شي نهار منين يلقاه يدير ستوب، لأنه وقعت له واحد المشكل كبير مع هذا السيد هذا اللي خلاه يندم واحد الندمة شديدة. ما عليناش، عطيونا جيم ونكملوا هذه القصه. وقبل هذا الشيء بغيت نشكركم على الفيديو اللي فات لانكم تصليتوا فيا بلي جيم وبلا ابوني، لان قلت لكم ديروا ابوني الا كان بزاف ناس ما ابونيينش. تكيو على ديك اللعيبه الزرقاء اللي حدا سماعي الفلوج ديك سويفي، تكيو عليها وما خليتوا لي ما نقول الصراحه، باز عليكم. وراه ما بقى لنا والو الا 300000 ابوني، يلا تكيو على ديك اللعيبه الزرقاء باش هذه الليله ان شاء الله نوصلوا 300000 ونكملوا القصه ديالنا. القصه ديالنا كتبدا من وجده، واحد السيد سميتو حميد كيسوق الكاميو. انا عندي واحد صاحبي سميتو حميد عبد الحميد الحسناوي، تا هو كيسوق الكاميو بصح هذا كيدي لاسبانيا، كيدي لاسبانيا وفرنسا الالمان. سميتو حميد كيدي بين جراده، المهم كينقل السيمان من وجده يديها لهاد المدن القراب بجراده العيون تاورير تكرسيف كذا منها، المهم كيدي غير لهاد المدن القراب لوجده لان في وجده كاين واحد المصنع ديال السيمان تما. ملي شرجا السيمان وكذا منها جا كان عنده جوج بلايص خصو يحط فيهم، خصو يحط في قنفوده، قنفوده اللي هي واحد الفيلاج صغير، ومور ما يحط في قنفوده يبقى له شي النص ديال الكاميو خصو يديه يكملو يديه الجراده. ملي شرجاو له ديك السيمه وكذا من نفات القنفوده وقف في قنفوده، جاو الخدامات تما نزلوا شي 3 طون ولا 4 طون. ملي نزلوا ديك 3 طون هو كان مشى يتوضا يصلي الظهر، توضا وصلى. ملي صلى لقاهم نزلوا داك الشيء وغطاو ديك السيمه اللي كانت باقيه غطاوها باشاوها هكذا منا. جا عند الحارس دور معاه بواحد 10 دراهم ولا، ركب في الكاميو ديالو في الرموك وكمل الطريق ديالو لجرادة. يلاه فات ديك 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 قنفوده واحد شويه هو كيلقى واحد الفقيه يدير له ستوب، يعني ما عرفوش واش فقيه. كيبان واحد السيد لابس عبايه بيضاء يعني فوقيه بيضاء هكذا منا، داير ديك الشويشيه ديال الفقهاء الفوق يعني فقيه. ملي لقى داك الفقيه ريض له طلع قال له دير راني باغي نمشي لبرقم. برقم كيقولوا له عين بني مطر، قال له باغي نمشي لعين بني مطر. قال له انا ما ماشيش تما، انا ماشي لجراده، انا نزيدك معايا لجراده. قال له واه زيدني معاك، راه كاين واحد الطريق راه سميتها العوينات، كتلقى واحد البلاكه فيها العوينات دايره على اليسر، انا يعني وقف لي تما باش انا ندير ستوب عاود نطلع لبرقم وانت كمل الطريق ديالك لجراده. قال له بسم الله طلع اسيدي نتوارسوا في الطريق وعاود لي القصص نعاود لك انا. بقى كيتحادث هو وداك مول الكاميو هو وداك الفقيه. قال له سمو انت خدمتك؟ قال له ودي انا فقيه. قال له انا كنت نقرا علوم الشرع هنا في وجده، ودابا عيطوا لي البرقم لواحد الجامع باش نشارط فيه باش نمشي تما نكون امام ديالهم. قال لهم سيدي مزيانه هذه وظيفه مزيانه وخدمه مزيانه، خدمه شريفه، الله يوفق الله يسخر. بقاو كيتبادلوا الحديث منا 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 حتى قربوا لدوك ديك البلاكه اللي قلت لكم سميتها العوينات اللي كتطلع البرقم، وهما يلقاو واحد الحاجز ديال الجوندارم يعني باراج ديال الجوندارم. خينا الفقيه تبدل له اللون ديالو، داك الفقيه تخلع يعني خينا مول الكاميو لاحظ ديك الخلعه اللي كانت في خينا ولكن ما ادى ما جاب. كان ربما غير هكا يعني هكا يعني من باب الفضول، من باب يعني ديك الرهبه اللي عند الجوندارم ولا كذا، هذا خلعوه ولا بحال هكا. دوك الجدارمي ملي وصل عندهم قالوا له زير اليمين ووقف. ملي وقف قالوا عطينا الورق ديال الكاميو وعطينا الورق ديال الحموله اللي كهز. عطاهم ورق الحموله وعطاهم ورق الكاميو، بقاو كيشوفوا. قال واش نزلت النص في قنفوده؟ واه مزيان اسيدي الله يوفق. شكون هذا السيد اللي معاك؟ قال لهم هذا غير فقيه لقيته في الطريق وانا هزيته معايا. قالوا مزيان اسيدي الله يوفق. داك الجدارمي ضرب واحد الدوره على الرموك شاف داك الشيء وكذا منه وجا عنده. جا عندك الفقيه قال له عطينا لاكارت ديالك انت نشوف شكون انت. بقى دار راسو بحال اللي كيقلب يدور منه، فتح داك الساك بقى يجبد منها شي كتب ديال علم الفقه علم الصلاه كتب منه، المهم داك الشيء ديال الدين. بقى يجبد دوك الكتب منه زعما باش يثبتهم دوك الكتب، بقى يجبد دوك الكتب يقلب منه لاكارت ودي ما كايناش. صبر صبر الشفحه وكذا منه، المهم ما لقاش ديك لاكارت. داك الجدارمي شاف داك خينا في داك حميد قال له كيفاش انت هزيت معاك واحد السيد اللي ما كتعرفوش؟ كيفاش راك انت هزيت هاد السيد ما كتعرفوش؟ قال له ودي انا كندير الخير، انا لقيت هاد السيد فقيه انا هزيتو. وعاد هكا كيهضر قال له ها هي لاكارت، ها هي لاكارت كانت من ديك القديمه ماشي من هاد الجديده، هاد الجداده لاكارت القديمه هذيك اللي عرفتو كبيره، واحد لاكارت راه كتدي شحال كبير ما تجيش كاع في البسطام ولا في الجيب، كبيره خصك تهزها بحالك هزها المدنيه. قال له ها هي لاكارت ها هي. ملي بقى داك الجدارمي كيشوف ديك لاكارت بان له فيه واحد الشيء غريب في ديك لاكارت. سمو هاد الشيء الغريب هو ان ديك لاكارت كتبان بحال ديك الصوره اللي مركب تما، كتبان بحال اللي غير مركبها ماشي صوره مطبوعه يعني داك الشيء يعني بحال غير زايدينها، يعني ديك الصوره بحال غير زايده تما، لان الصوره ديال دي شحال كتركب غير بالكرافوز وكيكاشي فوقها باش تبقى داك الكاشي تما. شد هاد الشيف ديالو قال ودي الشيف انا لاحظت واحد الشيء غريب في هاد لاكارت ديال هاد الفقيه هذا. قال اسمه هو؟ قال ودي راه شوف راه لاكارت كتبان لي التصويره بحال اللي غير ملصقه
قال له هذاك الشيء اللي كاين تانا راه يبان لي. عيطوا في اللاسلكي في التليفون قال لهم ودي المركز ديالهم، قال لهم بوانتيو هاد لاكارت هذه شوفوا شكون هو مولاها. ملي بوانتيو يشوفوا ديك لاكارت لقاو بان مولاها مبلغ عليها بلا طاحت له، ومولاها فين كاين؟ كاين في اوروبا اللي طاحت له هاد لاكارت، وهاك سميتو هاك سميتو. خينا لقاو يعني بحال مشفر هاد لاكارت يعني غير لقاها وبحال ينسبها ليه، يعني السيده دار شي كارثه هاد السيده، راه نديوه للمقر ديال الجندار. مشاو داو في ديك اللوندروفير ديالهم، مول الكاميو قالوا تبعنا حتى للمقر ديال الجندارم في جراده. ملي مشاو للمقر ديال الجندارم اللي كاين في جراده، دخلوا السيد بوينتاو البصمه ديالو. شكون يلقاوه؟ يلقاوه سميتو عبد الرزاق، واسمو كان داير مبحوث عليه هذه شهرين. علاش مبحوث عليه هذه شهرين؟ اسمو كان داير لانه كان قاتل واحد السيد في وجده ومشى هرب، وتما داك ما عرفتش شحال كانوا شي غرامه خلص داك مول الكاميو شي غرامه، لانه هز مع واحد السيد اللي داير جريمه ولا بحال هكا ولا المهم داروا له شي حاجه يخلصها شي غرامه ولا كذا. وتما داك مول الكاميو حلف بالطلاق باش عمرو له عاود يهز شي واحد في الطريق يلقاه في الطريق لعاود يهزو. فتحياتي لكم ونشوفكم ان شاء الله في قصه جديده، وتحياتي لكم. والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن.